أهلا بكم من جديد. تتوسع مصر في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، وتقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائية الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جمعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. عايز أوضح لحضراتكم إن وزارة النقل بدأت تستعد لافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو، واللي تم تشغيلها بشكل تجريبي بدون جمهور ضمن 6 محطات مقرر افتتاحها خلال العام الجاري. يمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع بطول 17 كيلو متر بتشتمل على عدد 15 محطة من محطات العتبة حتى ميدان الكتكات لتتفرع شمالا إلى منطقة إمبابة وصولا للطريق الدائري، وطبعا فرع جنوبا الى المهندسين وبولاق الدكرور مارا بشارعي وادي النيل وجامعه الدول العربيه، ثم تمتد الى جامعه القاهره. كمان بوضح لحضراتكم انه يجرى تنفيذ هذه المرحله على 3 اجزاء، الجزء الاول بطول 4 كيلو متر بيمتد من العتبه حتى الكتكات بيشتمل على عدد 4 محطات. المحطة دي طبعا نفقية، هي ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكتكات، وهو الجزء اللي تم تشغيله أمام حركة الركاب في أكتوبر الماضي. يمتد الجزء الثاني بطول 6.6 كيلو متر من محطة الكتكات حتى المحطة النهائية عند محور رود الفرج، تشتمل على 6 محطات، محطة نفقية السودان و4 محطات علوية إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية المحطة النهائية عند محور رود الفرج. بنتقل الآن مع حضراتكم للجزء الثالث، بيمتد بطول 7.1 كيلو متر من محطة الكتكات حتى جامعة القاهرة، بيشتمل على 5 محطات، 3 منهم نفقية، التوفيقية وادي النيل، جامعة الدول، ومحطة علوية جامعة القاهرة، ومحطة سطحية وهي الأخيرة بولاق الدكرور. طيب دي كانت كل التفاصيل الخاصة بتشغيل الخط الثالث لمحطة مترو الأنفاق، وبعد طبعا الانتهاء من المرحلة التجريبية بدون جمهور وجاري افتتاحها قريبا بإذن الله. دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بتشغيل الخط الثالث. مرة أخرى بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.